وللمزيد حول هذه العملية نتابع هذه التوضيحات لعمر موسى مسؤول القطب الطبي والإنساني بمؤسسة محمد الخامس للتضامن. بادر المؤسسة هذا اليوم لمباشرة أنشطتها الإنسانية وخاصة في المجال الطبي، وذلك بعد توقف دام لسنتين نتيجة الأوضاع الصحية المرتبطة بكوفيد 19. والآن نتواجد بالمستشفى الإقليمي بمدينة تاونات لتقديم خدمات في مجال الجراحة الباطنية وكذلك الجراحة العيون خاصة مياه الزرقاء. والغرض من هذه العمليات الجراحية في المستشفى هي الاستجابة لطلبات قدمت للمؤسسة من لدن المندوبية الإقليمية للصحة بشأن مجموعة من المرضى الذين يحتاجون إلى تدخل جراحي من طرف أخصائيين، وعملت المؤسسة في هذا الصدد الاستجابة لهذا النداء أو لهذا الطلب باستقدام أخصائيين من الرباط في مجالات جراحية متعددة في الطب في الجراحات الباطنية. وسيكون في هذا الصدد من المستفيدين ما يفوق 100 شخص، منهم 60 في الجراحات الباطنية و100 في مجال جراحة العيون. كما أن المؤسسة بتواجدها في إقليم تاونات تنظم بالموازاة مع العمليات الجراحية تقديم خدمات متعددة في مجال الطب العام ومجال الطب المتخصص، إذ استقدمت ما مجموعه 100 أزيد من 100 طبيب، 52 منهم في الطب المتخصص و 25 من الطب العام، فضلا طبعا عن الممرضين والتقنيين الطبيين. وهذا ما يجعل أن المؤسسة ستقدم للساكنة في مدينة طهر السوق والجماعات القروية المجاورة لها خدمات طبية في أزيد من 14 تخصصا. وسيكون كذلك أيضا بجانب المؤسسة لإنجاز وبنجاح لهذه الخدمات الطبية مجموعة من الأطقم الطبية المتخصصة التي سعت المؤسسة إلى استخدامها من الرباط، وذلك بتنسيق مع شركائها من المجتمع المدني. كما أنه لابد من الإشارة إلى أن المؤسسة استعانت لإنجاح هذه العملية التضامنية الطبية الضخمة بالسلطات المحلية والمندوبية الإقليمية للصحة وكذا أيضا باقي شركائنا المحليين والوطنيين.